مرحبا، شكرا. اليوم جعناكم فيديو جديد وتحدي جديد. التحدي هو بابا انه بده يسألنا اسئلة ونحن لازم نجاوب عليهم، واللي بيربح بيسأل الثاني. لا تنسوا لايك وشير سبسكرايب فولو جس عشان تتابعونا فيديوهاتنا عمار التالية، واشتركوا بالقناة. انا بدي تشوفوا هذا الفيديو لانه توصلوا على 100,000 مشاهدة. بابا وحمود ايش بدك؟ وشوفوا هون عنا لوح طابعي نكتب عليه مين بيربح. هذا لوح تسجلوا عليه النتائج؟ ايه. طيب وانت بتحضري لعمار كمان تحزوره؟ وهو بيحزرك. مثل هذاك الجزء الاول اللي عملكم اياه، ليش ربحت انا عمار؟ عمار تشنج وعصب، شفتوا شلون صار يبكي؟ هلا ما نسجل مشان ما ننسى. طيب يلا مين رح يبلش اول؟ انا. انا ببلش اول. حجرها انا ببلش اول، بسألكم سؤال. نقعد؟ ايه عدو. شوف حموده. بدي اسألكم سؤال. في شيء مدور ومثل الطابة وبينزل جوات المي. شمس. شلون هيك عرفتي وبسرعة كتير؟ شلون هيك بينزل؟ يعني بينزل ورا البحر وما بيصير له شيء. وإذا لمسه الإنسان بيحترق. طيب رح أسألك سؤال تاني. في شيء لونه أحمر ومدور وله أخضر من فوق وجواته أحمر. مدور. عمار اسألها سؤال لتالية صعب كتير. اسألها سؤال. سؤال صعب كتير كتير. طب في عندي تحزورة كتير كتير صعبة. يلا. في قاضي له ايدتين وله كفتين وبيميلوا يمين ويسار وبتحط ايدك بوحدة بتصير وحدة اتقل من وحدة. قاضي وبيحكم. ميزان اللي بيعمل هيك. يا هذا قاضي. في شيء اخضر من برا ومن جوا كمان اخضر كتير وفي بقلبه شغلات. خيار؟ لا. عمار شو هاد وبتاكل كتير طيب؟ جنورك. لا عقبيه. لا انا بدي اكل. وحامض. ليمون. لا عصره. لا لا كمان. شي لونه اخضر هيك ومن جوا كمان اخضر في بقلبه شغلات سود كتير وبناكله كتير طيب وحامض. هاي بقلبه شغلات سود. لا ممنوع. على طول في منه دائما. لا ممنوع. ولا من برا هيك مثل هيك. لا شو؟ لا من برا لونه شوي رايح للبني. او كموني هيك لونه. يعني مثل لون الكمون لونه. لا ما بصير. شلون ملح الليمون؟ ملح الليمون لونه ابيض. حيرتنا. يلا تذكروا تذكروا فواكه. وكتير حامض وكتير طيب. عجزتوا؟ دائما عجزتوا؟ اجاوب انا عمار؟ كل يوم بنجيب منه اليوم عنا اياه؟ لا مو كل يوم احيانا. رمان؟ لا الرمان لونه من برا مو اخضر. لا ولا لونه كمون. لا احكي؟ عجزتوا؟ لا 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 ما بنستسلم. اخر محاولة؟ لا 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 اخر محاولة. ماما بتاكله؟ كلياتنا بناكله حتى انا. وريم؟ وحمودة كمان وعمار كثير بحبه. انا وانت كمان. احكي؟ شو اخضر؟ ايه من برا هيك لونه بني شوي واخضر هيك. كيوي. هلا تالي عزت. حامض كثير كيوي طيب. حامض. ياي تالي كم وحدة صار؟ تاليا أربعة؟ معقول؟ أنا أربعة. عمار اسألها لتاليا سؤال. تحزورة صعبة كتير كتير كتير. عندي تحزورة. ايش هي التحزورة؟ شوي. تاليا حزين عليها التحزورة؟ في شيء بتقطعه. ايه منه. ايه بصل. بصل يا حزرة سهلة كتير هاي. طب عمار اسألنا سؤال تحزورة. ايه انت اكلته حد كتير؟ فيديو صورناه. فيديو صورناه شيء اكلته انت حد كتير؟ تالي شو عمار اكله شيء حد كتير هو؟ فليفله. لا انا فيديو فيديو صورناه اكله شيء حد كتير هو. ايه وقال غير الفليفله.
شو هو شيء لحد كثير؟ هو معمل حكاية ما بغير الكلام. هو بدك فيديو، انت لازم تعرفي الفيديو، انت لازم تعرفي الفيديو. شيء اكله هو حد كثير؟ اكلت فليفله انت حمرا حدي؟ لا ما قلك. لا مو ما قلك. اكلت بهار؟ ايش هو هذا الشيء؟ طيب ايش لونه؟ ايش هو؟ بصير اثنين زي ما عرفتي. يلا استسلمي بصير هو اثنين. طيب ايش هو الشيء الحد اللي اكله عمار وما عرفناه وحد كثير؟ حد كثير كثير. طيب ايش هو هذا الشيء؟ احكي لنا عنه، شلون شكله وايش لونه؟ ابيض. ايه ابيض. توم. 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 ما انت انت خسرتي، حزجي له لعمار. لا ايه لعمار. يلا سؤال سريع كتير. يلا بسرعة. كتير كتير. بسرعة. في شغلة بتطلع بالحديقة وبتشوك كتير ومناكلة. وتشوك كتير وبعدين صبارة. شاطرة، شفت؟ تالي صار أكتر منك، لازم تحذر لحالك. أعطيتوني 10 صبارات صح، واحد لوني شافتهم كله. طب في شي من برا لونه أصفر ومن جوا احمر. ايه وحامض كثير. رمان. رمان. اصفر من برا. اصفر من برا، وفي منه من برا احمر كمان، هذاك من جوا احمر. في شيء من برا اصفر ومن جوا اصفر. لا بطيخه. ليمون. ليمون. لا بطيخه. لا انا سته مضاعف، ثلاثه مضاعف سته عندي. ثلاثه مضاعف سته؟ لا رح اسألكم سؤال. في شي حيوان بيعض وبياكل وسريع كتير وإله نقط على جسمه، ايش هو؟ لا حيوان سريع كتير وبياكل. لا إله نقط على جسمه. نمر. لا النمر مخطط مو منقط. أسد. الأسد ما له نقط. تذكروا عمار ايش هو سريع كتير؟ ها عرفته؟ عمار تذكروا تذكروا ايش هو عمار؟ تذكر 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 على السريع تذكرته؟ وبياكل هاك، بياكل لحم كتير وشرس وسريع. لا الدب ما له نقط. نقط الدب مو سريع، بطيء كتير. الدب مثل عبده كتير بطيء. سريع عمار، تذكر تذكر ايش اول حرف اذكرك؟ الفهد صح. فهد سريع كتير وبياكل. طب في شيء بعيش بالمي وبيطلع على اليابسة وبمشي بطيء وسريع بالمي كتير؟ ايش شو؟ لا الدلفين ما بعيش على اليابسة وبالمي. لا الفأمة ما بتعيش غير بالمي. القرش. القرش بعيش بس بالمي. سمك. ها؟ لا الحوت بس بالمي بيعيش. في شيء بعيش بالمي وسريع كتير بالمي وبيطلع برا على اليابسة. لا 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 وبطلع على اليابسة بيمشي بطيء. لا السلحفات ما هي سريعة بالمي وبياكل بياكل بياكل. بيقرص؟ لا وبياكل بس متوحش كتير وله ذنب طويل كتير وهو طويل. لا ما بيكهرب. هذيك الحية بتكهرب. سمكة هي بتكهرب هيك شكلها مثل الحية. شكله له ذنب طويل وبيسبح بالمي سريع كتير بالمي وبيطلع بيمشي باليابسة كمان بس بطيء على اليابسة كتير. يعني على الأرض بيطلع بيمشي برا على الأرض. بيطلع على الشاطئ. الفأمة لا ما بتمشي. بتطلع على الجليد الفأمة بس. الدب ما بيسبح بالمي مو سريع. تذكر تذكر عمار تذكر تذكر له ذنب وله ذنب طويل. تذكر وتذكر هيك على السريع. ولو ذنب طويل اذا ضربك بذنبه بيقتلك وتمه كتير كبير وطويل. ايش هو؟ سرعة سرعة ايش هو؟ لا حوت ازرق ما بيطلع على اليابسة. الحوت بس بالمي. متذكر شغله وله فيلم شفناه كمان تفرجنا عليه وبياكل ايه الناس. فيلم رعب. بيطالع مي من راسه مو؟ لا ما بيطالع مي من راسه، ذاك الحوت بيطالع مي من راسه، وهذا ما بيطالع مي من راسه. تفرجنا عليه يعني طويل طوله مترين ثلاث امتار او ست امتار. هذاك اللي بياكل فورا انت مو كبير. ايه شو هذا؟ هذاك
فرس النهر اكبر واحد له ذنب، هذا طويل كثير ذنبه بيضرب فيه. عجزتوا؟ ايه عجزت؟ عجزت لا لا عجزت؟ لا عجزت. ما افصل عجزت، استسلم. لا خلاص تسلموا، نحن ما بنختار فشل. استسلم عمار. قال لكم ايش هو؟ قال لكم ايش هو؟ لا على السريع. واحد بينقصوا نقطة يا جماعة. يلا دعد للثلاثة والعشرة بتخلص، طيب العشرة بعد يلا. لا لا لازم اعد، ما بصير. كثير سهل ها، ولونه اخضر. هي سهلت لكم اياها كثير كثير كثير. له ذنب ولونه اخضر وبمشي بالمي. ما بصير بس بدكم تعرفوا. الله يوفقك عمار. عجزتوا خلاص؟ الله يوفقك. خلاص راح اقلكم ايش هو. بيعيش بالنهر كمان. هذا نهر؟ ايه بالنهر، بيعيش جوات النهر. تمساح. تالي عرفته، لونه اخضر تمساح. ايه لونه اخضر هيك غامق كثير وجلده كثير قاسي. لا بشكك قاسي. ايه قاسي كثير. شوفوا في حيوان بيشبه الحصان ولونه ابيض ومخطط بالاسود. نمر؟ ايه نمر. لا النمر لونه اصفر. بس في منه ابيض. لهداك النمر مخطط بالابيض، هداك بس نادر كثير. بس هذا بيشبه الحصان، انا قلت لكم الحيوان. ايه بيشبه الحصان شكله بس اصغر من الحصان. ايه حمار، بس ايش بقول له حمار؟ ايش؟ حمار وحشي. ايوه حمار وحشي. حمار شطور حذره. حمار الوحشي وبيقتل كثير هذاك. بيرفس باجريه كثير قوي. انت سبعه وهو خمسه؟ ليش غلبتك؟ هي ما بصر هيك. طيب رح يعطيكم اسئله كثير سهله. في شغله بنشرب الصبح وقت بنفيق من النوم. حليب؟ لا. مي؟ لا. قهوه؟ قهوه. انا ما بشرب قهوه. طب انا ايش بشرب الصبح؟ ميلو. ميلو صح عمار، سجلي وحده. ميلو. شطه. ايه انا قهوه ما بطيقه، اما هذا عندنا سيده مدامه بتحب القهوه، فانا بس تكبر هيك شوربه. يلا يلا يلا. في شيء بالبحر بيسبح وله ايدين كتير، واذا مسكت له ايده بيطلع منه شيء اسود. اخطبوط. حذر عمار. لا عمار حذر، ما بصير اخطبوط ولا قبلك. انت قلتي لا، انت قلتي، انت قلتي هو حذره. الاخطبوط بعد قنديل بحر. والله العظيم خلص هو حذره قبلك عمار. بقي لك وحدة. ايش في حيوان بيطير سريع كتير؟ نسر. وغيره؟ حمامة؟ لا حمامة ما هي سريعة كتير. نورس؟ لا نورس ما هو سريع. اللي بيصطاد السمكة. اصطاد سمكة ايش هو؟ نورس اصطاد سمكات. بس في حيوان سريع كتير غير النسر، اسرع من النسر. مثل بيطير صغير هيك قده، مثل النسر بس صغير، اصغر من النسر. لا لا بيصطاد سمكه وسريع كثير، بينزل بالمي بيصطاد السمكه وبيطلع. بعرفه مو سريع. ايش هو؟ مو صغير كثير. ايش اسمه؟ ايش اسمه؟ لونه ابيض؟ لونه في منه الوان، في ابيض في بني لونه، في اسود. ببغاء؟ لا ببغاء مو سريع. ببغاء ما بياكل سمك. ببغاء الصقر سريع والنسر سريع. وفي حيوان اسرع منهم. نورس؟ لا. عجزتوا؟ لا. كثير سريع هذا الحيوان، كثير اسرعين. اكثرات اسرعات. قال لكم ايش هو؟ عرفتوه قنديل البحر؟ ما راح تعرفوا. استسلمت. عمار؟ عمار استسلم. استسلم. الشاهين. شاهين؟ هو الشاهين مثل الصقر، مثل النسر. سريع كثير. ايه ما بتعرفوه خسرتوا. خلاص خسرتوا. يلا يلا كمل. ما عرفتوا الجواب. لا كمل. ما ضل عندي اسئله. ايش في اسئله اسالكم اياها؟ لا 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 نسيت. كمل اسئله. اسالكم على اللاعبين. لا لا
بتعرفوا لاعب اسمه توتي؟ وين بيلعب؟ بيلعب ايطاليا. وين بين نادي؟ نادي قنبالة. لا 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 انا نادي وين نادي؟ نادي افريقيا؟ ما بتعرفه؟ نادي ايطاليا؟ ما بعرف هذا النادي، ما بعرف نادي اوروبا؟ ما بعرف النادي. طيب بيكهام؟ بيكهام مين؟ بيكهام؟ وين بيلعب بيكهام؟ بيكهام؟ ايه ايطاليا. بيكهام؟ برشلونة. لا ديفيد بيكهام. طب زيدان بتعرفه؟ طب زيدان؟ ايه ما بتعرفه زيدان؟ ما بتعرف زيدان؟ كروس؟ كروس وين منتخب؟ ألمانيا. عارف مودريتش؟ بريال. وين بين منتخب؟ بيلعب بين منتخب؟ مودريتش لاعب ريال. منتخب مين بيلعب؟ افريقيا اوروبا. وهذا كان الفيديو تبعنا لليوم، ان شاء الله يكون عجبكم كثير. ولا تنسوا لايك وشير سبسكرايب تفعلوا جرس اشعار تابعونا على قناتنا وتوصلوا هذا الفيديو 100,000 مشترك. ولا تنسوا راح الفيديو بس هالمرة كان بابا مو جاهز حاله، بس الفيديو الجاي تالية ربحت. تالية ربحت على عمار. الفيديو الشيء ايش الفيديو الجاي بابا بدي يحضرنا اسئلة كتير. جهز لكم اسئلة صعبة وحطوا لنا بالتعليقات اذا في عندكم اي اسئلة صعبة او تحديات صعبة مشان نصور لكم اياها وتشوفوها معنا. واذا شفتوا الفيديو 20 دقيقة معلش كملوه لانيتو حلو، اول ما بتشوفوه منيح معلش بس تكملوه حلو كتير. ها يلا باي.